تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في كل من الأردن وتركيا وسط تفاعل واسع على ردة فعل الأمير. وأبرز نشطاء عدم انحناء رأس الأمير خلال تسلم قلادة الحسين بن علي من قبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين وأمام العلم التركي وحرس الشرف خلال المراسم المقامة. وكان ولي العهد السعودي غادر العاصمة التركية أنقرة عائدا إلى المملكة بعد زيارة قصيرة استغرقت بضع ساعات. وكان في وداعه الرئيس التركي وقد أصدر البلدان بيان مشترك تزامن مع اختتام الزيارة. ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى تركيا قادما من الأردن الذي وصل إليه مساء الثلاثاء وغادره عصر الأربعاء بعد أن زار مصر التي وصلها الاثنين وغادرها الثلاثاء. وبعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأربعاء برقية شكر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى مغادرته أنقرة بعد زيارة رسمية بحسب وكالة الأنباء السعودية واس. وكان نص البرقية صاحب الفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان حفظه الله رئيس جمهورية تركيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي وأن أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من العشاء الذي أقامه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وتفاعلوا على الأغنية التي عزفت. والفيديو المتداول نشره بدر عساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي عبر تويتر وكتب معلقا: تعبير موسيقي بكلمات سعودية يجسد الاحتفاء بزيارة سمو سيد الأمير محمد بن سلمان وذلك خلال حفل العشاء الذي قامه فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن المودة والإخاء كانت ستظل دليلا على ما يربط الشعبين السعودي والتركي من أواصر يعززها عزم القيادتين للمضي قدما لما فيه الخير. ويظهر مقطع الفيديو جلوس ولي العهد والرئيس التركي لوحدهما على طاولة العشاء مع وجود مترجم بينهما، إلا أن ما لفت نظر الناشطين عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي الأغنية التي عزفت خلال الحفل والتي كانت خليجية وتقول كلماتها: السعودي فوق فوق. يذكر أن محمد بن سلمان اختتم مساء الأربعاء زيارته إلى تركيا التي كان وصل إليها بعد الظهر، حيث عقد لقاء ثنائي مع أردوغان صدر على إثره بيان مشترك سعودي تركي يؤكد بدء مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين. أفاد موقع تاكتيكال ريبورت المتخصص في الشؤون العسكرية أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية سامي تواصل التفاوض مع شركة الدفاع البحرية الفرنسية نافال جروب بشأن المنصات البحرية التي سيتم تطويرها بموجب اتفاقية المشروع المشترك. وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة مذكرة تفاهم مع مجموعة نافال الفرنسية لإقامة مشروع مشترك لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية. وقال أندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية إن المجموعتين تعتزمان تصنيع سفن بحرية وفرقاطات وغواصات في المملكة. وتستحوذ السعودية للصناعات العسكرية التي أسسها صندوق الاستثمار السعودي عام 2017 حصة 51% من المشروع المشترك. وقال شوير من خلال أنظمة التصميم والتشييد والصيانة سيساهم المشروع المشترك بصورة كبيرة في تعزيز قدرات وجاهزية القوات البحرية الملكية السعودية، حيث وقعت كل من الشركة السعودية للصناعات العسكرية سامي ومجموعة نافال الفرنسية المتخصصة في مجال الدفاع البحري مذكرة اتفاق يتم بموجبها إنشاء شركة سعودية في مجال الدفاع البحري السعودي. وتحدد الاتفاقية إطار العمل الخاص بإنشاء هذا المشروع المشترك من أجل تعزيز جهود المملكة العربية السعودية في دعم توطين المهارات والقدرات الأساسية في عالم التصنيع العسكري السعودي. وستكون الشركة الجديدة في صدارة البرامج البحرية للقوات البحرية الملكية السعودية، وستدعم مختلف المتطلبات الحالية والمستقبلية للأنظمة البحرية الدفاعية الحديثة بما في ذلك دعم دورة الحياة الكاملة لتلك الأنظمة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعة العسكرية سامي الدكتور أندرياس شويرت: تعد هذه المذكرة حجر الأساس لشراكة استراتيجية بيننا وبين مجموعة نافال بما يعزز التزام الشركة السعودية للصناعة العسكرية
بدعم جهود المملكة في مجال تطوير قدراتها الدفاعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها. ويعد المشروع المشترك فرصة للاستفادة من خبرة مجموعة نافال وتسخيرها لمساعدة شركائها على تطوير قدراتهم البحرية، وبالتالي إنشاء نظام متكامل للصناعة العسكرية بالمملكة. وأضاف الدكتور شوير، من خلال أنشطة التصميم والتصنيع والصيانة المتطورة ستساهم الشركة الجديدة بشكل كبير في تعزيز قدرات واستعدادات قواتنا البحرية السعودية، واستنادا إلى الشراكة الراسخة والطويلة بين المملكة العربية السعودية ومجموعة نافال الفرنسية. يهدف المشروع المشترك إلى لعب دور محوري رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة المحتوى المحلي وتوفير فرص عمل مميزة للسعوديين. كانت السعودية دائما وأبدا سندا وداعما للدول العربية والإسلامية الشقيقة، ومن هذا المنطلق تظل ولا تزال أول الداعمين لجمهورية مصر العربية في محنها عبر سنوات، اعتزازا وتقديرا لمكانتها لدى بلاد الحرمين الشريفين. ويخبرنا التاريخ بعدد لا يحصى من المواقف السعودية التاريخية المشرفة في دعم أرض الكنانة، وكان آخرها تقديمها وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري قبل نحو 3 شهور دعما للاقتصاد المصري. وقال البيان السعودي الذي نشرته وكالة الأنباء واس وقت ذاك إن الوديعة تأتي امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأكيدا لعمق العلاقات المتجدرة بين البلدين والشعبين الشقيقين. وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي استمرارا من السعودية ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة. ولم تكن الوديعة السعودية الأخيرة ب5 مليارات إلا استمرارا للدعم السعودي الاقتصادي للمصر، فقد كانت المملكة من الدول الرئيسة التي دعمت الاحتياطات الأجنبية لمصر أثناء جائحة كورونا وما خلفته من أزمات اقتصادية كبرى عالميا، إذ قدمت وديعة بقيمة 3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري في أواخر العام الماضي، إضافة إلى تمديد الودائع السابقة بمبلغ 2.5 مليار دولار. كما تسهم المملكة في تعزيز جهود مصر التنموية من خلال الدعم الذي تقدمه عبر الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغت قيمة مساهمات الصندوق 8,000 مليون ريال ل32 مشروعا في قطاعات حيوية لتطويرها وتمويلها، شملت إنشاء طرق وتوسعة محطات الكهرباء وتحلية ومعالجة المياه وإنشاء مستشفيات وتجمعات سكنية في مصر. وتترجم أشكال الدعم السعودي المتنوع جهود المملكة الحثيثة ودورها الريادي في دعم الأشقاء في أزماتهم ومحنهم وتخفيف وطأة الأزمات والتوترات العالمية على ميزانيتهم واقتصادهم، تعزيزا لعلاقة المودة والإخوة التي تربطها بجمهورية مصر العربية. وتعد تلك الوديعة أحد أشكال الدعم الحيوي الذي تقدمه السعودية للاقتصاد المصري لتوفير الهدوء للسوق النقدي المصري، حيث قال علي المهدي أستاذ الاقتصاد في تصريحات صحفية سابقة إن الوديعة ستوفر نوع من الهدوء والاستقرار لسوق النقد الأجنبي في مصر، وذلك بسبب خروج أموال ساخنة كثيرة من مصر في الآونة الأخيرة. فيما أوضح الخبير الاقتصادي محمد عبد العال في تصريح سابق لموقع مصراوي أن الوديعة السعودية الجديدة لمصر تساهم أيضا في تنشيط الاستثمار المباشر وغير المباشر وتقليص أي نقص في العملات بسبب التبعات السلبية العالمية للحرب الروسية الأوكرانية وانعكاساتها المتوقعة بتفاقم العجز في الميزان التجاري. وأضاف أن هذه الوديعة ستساعد بدرجة كبيرة في تخفيف الضغوط والتوترات بعد اشتعال أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا.